اليوم شخصيا كمواطن اني اديت واجب الانتخابي ومديت صوتي لمختلف مختلف الشباب مشاركين في مختلف الاحزاب السياسيه، ونتمنى ان شاء الله يكونوا في المستوى ويوفونا بوعودهم. ونحن نجوب بعض المراكز الانتخابيه على مستوى بلديه تبسة، لاحظنا التنظيم الجيد المادي والبشري، والعمليه انطلقت في ظروف جد وحسنه، نامل ان تتم كذلك، ونامل في جزائر جديده يسودها الاحترام والتغيير. انطلقت العمليه عبر 28 بلديه في ظروف جد وحسنه، عندنا 471,560 ناخب على مستوى الولايه، موزعين على 244 مركز و1183 مكتب، اين كل الظروف كل الوسائل الماديه والبشريه جندت لنجاح هذا المسار الانتخابي، لانها اخر انتخابات لبناء مؤسسات الدوله. احنا نتمنى لولاية تبسة لمجالس يعني تكون اختيار مواطن في مجالس اللي تخدم هالولاية، هذا الشيء اللي نتمنوه نحن.